السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم ايمان من قناه عالم ايمان التنظيم والوصفات. اليوم ان شاء الله الفيديو غتكون عباره عن واحد العشيوه خفيفه وسريعه ولذيذه وما فيهاش مكونات كثيره. غير الاشاره في هذا الفيديو يعني ما كانش في البروغرام، صورته في اخر لحظه لانني قلت علاش ما نشاركش معكم هذه الوصفه بما انكم دائما كتطلبوا مني افكار العشاء اللي تكون خفيفه وما فيهاش اشياء كثيره. فاليوم ان شاء الله غادي نحتاج واحد العلبه ديال الفطر المصبر، ثلاث بيضات، وعندي جوج بلديين وحده عاديه، عندي بصله مقطعه الى قطع صغيره، وعندي القزبر والمقدونيس، القليل من الجبن، والفلفل الاسود، الثوم والملح. غناخذ واحد المقلاه غنوضع فيها ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وغنشحر فيهم مزيان هاد العناصر الاولى، يعني البصل، الفطر، الفلفل الاسود. غادي نضيف الثوم، القزبر والمقدونيس، وكذلك الملح. غنحرك مزيان حتى يولي عندي هكايا دابلين ومشحرين مزيان، عاد غنطفي عليهم النار. غير الاشاره، فبالنسبه لهذه الاكله الاصليه ديال لومليت وشامبينيون كتكون فقط بثلاث مكونات اساسيين اللي هما الفطر، البصل والبيض، ولكن يمكنكم يعني تضيفوا عليهم بعض الاشياء بحال اللي ضفت انا اليوم، بحال القزبر والمقدونيس وكذلك الثوم والجبن، وتبقى لكم دائما الاختيار. يمكنكم يعني تستعملوا فقط ثلاث مكونات. غادي ناخذ واحد الاناء اخر وغادي نطرب فيه البيض مع القليل من الملح. من بعد غادي نضيف هذا الخليط نتاع البصل والفطر، غادي نطرب مزيان وغادي نزيد كذلك الجبن، وغادي ناخذ واحد المقلاه غنوضع فيها ملعقتين من زيت الزيتون وغادي نسكب فيها هذا الخليط ونخليها يعني حتى تطيب مزيان عاد نحيدها. كما لاحظتوا يعني كنجمعوا جميع المكونات يعني مره واحده وكنخلطوهم ومن بعد كنسكبوهم في المقلاه. واحد الاكله اللي سريعه وخفيفه ما كتاخذش الوقت بزاف، يعني خمس دقائق بالكثير، ومن بعد يعني كتبقى دائما صحيه. نقدروا نضيفوا فيها الخضر كالجزر اولا القرع، نحكوهم هكايا بالحكاكه الرقيقه، كتجي كذلك واحد الاكله اللي متكامله. فانايا يعني حضرتها بسرعه لانني قضيت كامل اليوم خارج البيت، ومن بعد من دخلت يعني الاطفال جاهم شويه الجوع وكان وقت موعد النوم اقترب، ففكرت انني ندير هاد الاكله سريعه، ولهذا يعني انا صورتها لكم في اخر لحظه. فكما كتلاحظوا هنايا فهي كطيب يعني في المقلاه، من بعد غادي نقلبها وغادي نقدمها ساخنه، وتيكون هذا هو الشكل ديالها الطبق النهائي. يعني كيجي واحد الطبق سريع ولذيذ ورائع جدا وكذلك صحي، نتمنى انكم تجربوه. بطبيعه الحال يمكن لكم يعني ترافقوه بسلطه او شوربه او لنكتفيو به كطبق رئيسي في المساء، بما انه يعني المساء والعشاء يعني اشخاص ما كياكلوش اشياء كثيره باش ينسوها كمرتاحين، وكذلك يعني يتناولوا واحد الحاجه اللي خفيفه وفي نفس الوقت صحيه، فكيبقى يعني واحد الطبق اللي رائع جدا ولذيذ وما كياخذش الوقت بزاف. كتكون هذه الفيديو نتاع اليوم، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. طبيعة الحال إلا كنتو أول مرة كتشوفوني اليوم، ما تنساوش أنكم تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بجديد، لي لايك ديالكم ولي كومونتير دائما تفرحوني وكيدعموني. كنضرب لكم موعد قريبا جدا، فكرة جديدة وموضوع جديد، إلى اللقاء.